بسم الله. بنجيب أول شي الخلاط وبنزل فيها 150 غرام تمر، بيطلعوا تقريبا 25 حبة، كاسة لوز وكاسة فستق حلبي، ملعقتين كبار من زيت جوز الهند، 3 ملاعق كبار من العسل، وملعقة كبيرة كاكاو. بنسكر عليها وهلا بنخلط. هذا هو القوام اللي بدنا إياه. بنجيب البايركس وندهنه بشوية زيت جوز الهند، بننزل عليه الخليط، وهلا بنوزعها بكل الصحن. بنحطها بالبراد أقل شي ساعتين وهيك بتكون جاهزة. بنقطعها ونزينها بالسمسم والطحينة أو نذوب عليها شوكولاتة داكنة.